واحد يأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول يا نبي الله الله ملكك الشفاعة أنت قلت وأعطيت الشفاعة أنت لم تقل كما في البخاري أطلب منك أن تشفع لي هذا الشرك هاي عبادة هذا الشرك عبادي الله لاحظوا ملك النبي الدعاء النبي يملك ان يدعو او لا يملك يدعو يقول يا الله يملك لو ما يملك يملك اذا تجي الى النبي الاعظم صلى الله عليه واله ويقول يا ن... تقول يا نبي الله الله ملكك الدعاء ادع لي هذا الشرك عبدت النبي صلى الله عليه واله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول تقول يا نبي الله الله ملكك مقام أن تستغفر للمؤمنين استغفر لي هذا شرك هاي عبادة عبدت النبي الله ملك النبي مقام الدعاء اطلب الدعاء من النبي الله ملك النبي مقام الاستغفار بل ملك اي واحد تشوف اي واحد من المؤمنين تقول له ادعوا لي احنا عندما نلتقي لا نقول نطلب منكم الدعاء ايضا الله ملك النبي مقام الشفاعه والنبي قال واعطيت الشفاعه اجي الى النبي اقول يا نبي الله اشفع لي تشفع لي هاي عباده بوجدانكم تشعرون أنها عبادة ما عبادة طلب طلب من النبي الأعظم من أولياء الله تعالى ما ملكهم الله تعالى فما هذه المقولة العبادة إذا أردنا أن نعرفها، قلنا لا تحتاج إلى تعريف، ولكن إذا أردنا أن نعرفها، العبادة نوع من أنواع الخضوع ينشأ من الاعتقاد بربوبية من تخضع له هاي هي العبادة إذا تخضع لواحد تعتقد أنه رب هذه هي عبادة وإلا مطلق الخضوع لا يعتبر عبادته